حيمين نشوفو معاه دابا ياك يلا وحياك المصالح وحياك المصالح. اليوم حنا طبعا التنسيقيات الوطنيه التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم 23 مكون نضالي، والتنسيقيه الموحده لاطر لهيئه تدريس اطر الدعم، والتنسيقيه الوطنيه لاساتذه الثانوي التاهيلي. تنظموا هذه المسيره الوطنيه التي تأتي في إطار برنامج نضالي دخلنا فيه منذ 5 أكتوبر، واللي خصنا نعرفوا جميع أن المعارك النضالية داخل قطاع التعليم راه ما بداش في 5 أكتوبر، هي تنظم منذ سنوات، وذلك نظرا للحيف والإجحاف والظلم والإقصاء الذي تعاني منه الشغيلة التعليمية. إذا تنقول بأنه غير أنه في 5 أكتوبر من بعد ما تم إصدار هذاك النظام الأساسي المشؤوم الذي جاء ليجهز على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة التعليمية، قررنا أحكى شغيلة تعليمية أن نخلو في معارك نضالية. لذلك اليوم حنا مستمرين في الاحتجاج والنضال منذ 5 أكتوبر، واليوم حنا دخلنا في الشهر الثالث، ومن أجل مطالب بسيطة، مطالب عادلة ومشروعة وبسيطة لا تكلف شيء، تتعلق بسحب النظام الأساسي وطبعا فرض أو إعداد نظام أساسي يكون فعلا نظاما أساسيا منصفا محفزا عادلا يصحح الأخطاء المتراكمة داخل قطاع التربية الوطنية، كما يكون نظام أساسي يسوي الملفات العالقة، ونظام أساسي يعالج الملفات المتراكمة ويسوي أو ينفذ الالتزامات السابقة. إلا أنه من بعد كل هذه النضالات لا زالت الحكومة متعنتة وترفض الاستجابة لهذه المطالب، لا زالت لم تعمل منذ رغم هذه 3 أشهر الاحتجاج، لم تعمل على سحب هذا النظام الأساسي وإعداد نظام أساسي يكون فعلا منصفا عادلا ومنصفا، وطبعا لم تسوي الملفات العالقة. لذلك احنا المطالب ديالنا اللي خرجنا من أجل نهار 5 أكتوبر مازال ما تحققت، ومستمر في النظام في التضحية إلى حين تحقيق كل هذه المطالب، وشكرا لكم. هذه مسؤولية الحكومة، نحن نأسف ونتألم لهذا الإضراب الذي يؤدي ثمنه بالتأكيد المتعلمين والمتعلمات، المسؤولية الامتحانات والمسؤولية لهذه الإضرابات تتحملها بشكل أساسي الحكومة. نحن نقول دائما للحكومة يدنا ممدودة لأي حوار جدي ومسؤول يفضي لتحقيق المطالب ديالنا والعودة ديالنا لمقرة عمل. شكرا. هذه مسؤولية الحكومة، التلاميذ اللي تمشوا للقطاع الخاص مسؤولية الحكومة، الحكومة مطالبة بتوفير التعليم لأبناء وبنات الشعب المغربي، الحكومة هي من تريد أن تفرض على الأسر بأن ينقلوا أبنائهم للقطاع الخاص، نحن نتشبث بالمدرسة المغربية العمومية ونقول أن هذا النظام الأساسي جاء ليوجد المدرسة المغربية العمومية، ونقول بأنه النضالات ديالنا هي من أجل المدرسة المغربية العمومية. شكرا. الحل تتحمله الحكومة، وعلى الحكومة أن تجد الحل وليس أنا. أستاذ متضرر عضو في التنسيق الوطني لقطاع التعليم فرع فاس، فالوقفة اليوم جاءت ممركزة من جميع
الجهات، وبالتالي فدورنا هو الرد على ما جاءت به الحوارات المغشوشة والملغومة التي كانت من طرف النقابات والحكومة. ولأن الحكومة اليوم أصبحت تناقش أو تحاور نفسها، لأن النقابات اصطفت بجانبها أجل ظروف نقابوية بحتة، فأعطت للذين لم يناضلوا إطلاقا ولم تعطي للذين كانوا في الساعة منذ أمد بعيد. فالفئة المقصية ديالنا اليوم التي جاءت من أجل الدفاع عن الأسرج الإداري والمالي، لأنها كانت في الساعة منذ 2018، وبالتالي فهذه الفتات التي أعطيت للجماهير الأستاذية لم تلبي المطالب كاملة ولم تلبي المطالب ديال الفئات المتضررة. وبالتالي فإلى بغينا نرجعوا الأقسام ديالنا اللي هو المكان ديالنا الطبيعي، لأن تلاميذ عدة وعددهم تقريبا 6 ملايين ولا 7 ملايين، يجب تحقيق مطالبنا خاصة كفئة اللي نحن بصددها فئة المقصيات والمقصيين اللي هو الأترج الإداري المالي كباقي القطاعات، واعتمادا على اتفاق 26 ابريل 2011. وبالتالي اليوم جئنا من أجل دائما فك هذا اللغز ديال الحوارات المغشوشة بين النقابات التي خذلتنا بكل صدق وكل معنوية، لأنها تركزت على المسائل الانتخابوية أكثر مما تركز على التلاميذ الذين هم خارج أسوار المدرسات العمومية. ونحن نطالب دوما بإرساء قوائم المدرسات العمومية بتحقيق المطالب الفئوية لكل الفئات المتضررة. وعليه إلا بغينا بالحقيقة أننا نكون في المستوى، خصنا نعطيو الكلمة التنسيقيات اللي خرجت كتناضل، ماشي النقابات اللي خرجتنا أبدا، فالتنسيقيات هي اللي خرجتنا نظرا لأن النقابات لم تقم بدورها المطلوب منها، لأنها إذا ما تصبح تدافع عن الحكومة أو توقع أو النقابة الأكثر توقيعا فهذا سببه الفتور النقابي الذي لن يجدي في هذا الزمن اللي هو القرن 21 ونحن في السنة 24 منه. فالحضور ديال الجماهير الأستاذية هو تحقيق مطالبها الفئوية كاملة دون نقصان للعودة إلى الأقسام. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.